شهر أغسطس هيكون فيه كتير من الفعاليات المهمة في مهرجان العالمين، فعاليات كتير مننا بيستناها، وخصوصا الحفلات الغنائية والمسرحيات المهمة. وبما أننا هيفصلنا أيام عن الفعاليات دي، تعالوا نتعرف عليها ونعرف إيه اللي هيحصل. البداية هتكون يوم 1 أغسطس بحفل الفنان هاني شاكر، وتاني يوم مباشرة اللي هو 2 أغسطس هيكون في حفل للفنان رامي جمال، ويوم 9 أغسطس هيكون معادنا مع حفل الهضبة عمرو دياب. ولتقريبا كل التذاكر الخاصة بيه سواء في المرحلة الأولى أو الثانية نفدت تماما. أما يوم 16 أغسطس فهيكون في 3 حفلات لألوان غنائية مختلفة، وهما حفل الفنان حمزة نمرة، وحفل فرقة مسار إجباري، وأخيرا حفل الفنانة سعاد ماسي. وهيكون معادنا مع حفل فرقة كايروكي يوم 23 أغسطس، وأجمل ما في الحفل إنه هيكون بعد صدور الألبوم الجديد للفرقة واللي هيغنوا أغاني منه خلال الحفل. وهيكون ختام الحفلات بحفل الفنان ويجز والمقرر ليها يوم 30 أغسطس اللي جاي، وبالمناسبة دي هتكون الحفلة الأولى لويجز في مصر السنة دي بعد سلسلة من الحفلات الناجحة في مختلف بلاد العالم. وعلى مستوى المسرح فهيكون لمحب المسرح موعد مع مسرحية الشهرة، واللي هيبدأ عرضها يوم 1 أغسطس وهتستمر لحد يوم 3 أغسطس، وهي مسرحية غنائية بتتكلم عن قصة مجموعة من الفنانين بيحاولوا ينجحوا ويكون ليهم مكان وجمهور. ويوم 8 أغسطس هيكون معادنا مع مفاجأة المهرجان، وهي مسرحية السندباد بطولة كريم عبد العزيز ونيلي كريم، واللي هيستمر عرضها لحد يوم 10 أغسطس. وطبعا بنفكركم ان اللي حابب يشترك في اي فعالية من الفعاليات كل اللي عليه انه يزور موقع تذكرتي ويسجل بياناته، وبعدين يختار الفعالية اللي عايز يحضرها، وبعدين فئة التذاكر وعددها.